تأخرتي علي. تشرف. سلبي اوقاتك. شو كثير مستعجل؟ شرف، هي انا قدامك. هي بنت هيك؟ اي. شو مشكلتها؟ عندها مشكلة بالكلاوي. شو ماني؟ هيك دائما بتجيبي للدواء؟ لا، هي أول مرة. كنت بالأول عم جيب مصاري مغراض البيت الغالين، بس هلا ما عاد ضل عندي شي محرز بيعه غير. أبوها وينه؟ أبوها؟ أبوها بالسجن. هلا أنت شو بدك بهاللعي الفاضي؟ خلصني. ما عذرتي، مو نحن اللي بنعمل هيك، هاي البنت دواء على حسابي. لك لو الشغلة على الدواء كانت سهلة، بس البنت بدها عملية بتكلف ما فتح ورزق. أنت شو قلت لي اسمك؟ هارون. أنت اليوم ساعدتني يا هارون، يا ترى رح تساعدني بكرة؟ انسي، بنتك عندي. شوفك. اسمع شوي شباب، بدي احكي معك كلمتين. في واحدة معتازة بدنا نساعدها. شو يعني؟ يعني بدنا نتكاتف انا وياك واهل الحارة بمعيتك ومعيته، بدنا نلم لها 350 ألف ليرة تعالج بنتها. بدنا نرجع ايد وحدة لنخلي البلد كلها خير وكلها عز وكلها امان. لك يا هارون، اهل الحارة سلام ما بيسلموا عليك لحتى يتكاتفوا معك، بعدين نحن علينا 75 ألف ليرة دين، إذا ما دفعناهم من هون لثلاث أيام بدهم يسكرون المحل وياخذوه منا. حياة ربك. إي والله. خلص. أنا بدبر لك ياهم. ولا يهمك. سلام. وعليك هارون، كون ناوي يسرق لك شي سرقة. والله ما بعرف، بجوز. Thank you.
شاء الله اختي على البيت محلاه بسرعة بسرعة صرعة قدمه حلو، حاس حالي قاعد بالغوطة ما شاء الله. الله يخلي لي اياك يا اخي، بس دخلك وحكي لي صوتك بلا ما يفيق هلا. اخي بيقولوا ارجي عذرك ولا ترجي بخلك، فانا ما عندي غير هالبيضة، كنت بدي طعمية للولاد. ايه هو انا يعني بتصدقي ما بحب البيض، الي براء بالخيار، بحب الخيار. الصغار بياكلوا خيار؟ لا اخي ما بيسوالهم، بيعملوا سخونة. هلا دخيل عينك بيسألك سؤال، السحلية اللي هنيك شو بيشتغل؟ بيشتغل عواطلي، لك انا لو جوزي مثل العالم والناس كنت بتلاقيني هون، الله وكيلك عم نبكي على الخبزة انا والولاد. دايما لا اخيو الله وكيلك يعني ما عم سمعك كلام بس عم فشلك قلبي. لا ولو فشني يعني فش انا جد شبعت. لك اخ يا اخي لسه فوق همي وهمه، وفي هي اخته مثل العقربه، لك ما بتحن على الاولاد بفرنك. شو بدي اشكي لك؟ لا اشكي لك، وفوق كل هاد بلمبه لسه رايح جاي عم يسرق لي الحليبات. جوزك ما يشتغل؟ كان يشتغل بس قلعوا من الشغل وهلا ليل نهار نايم. كانه اليعسوب بحب حب بياخذ حب. شو بعرفني اخي؟ الله وكيلك انا لو صحح لي شغل كنت اشتغلت، بس مين بده يشغلني؟ من فتره صحح لي شطف دراج على الاستراد، بس وين بدي احط الاولاد؟ اه لا لا معكم بالذات؟ لكن انا اولاد يقطع عمرك قديشك غليظ. قال ابو لمبه قال عليم الله انت ابو معمل مصابيح. مرحبا صار مضياف ولا يهمك، أنا بكرة حدبر لك مصاري. والله أنا خايفة كثير على ابني، والله خايفة يكون صاير له شيء، ابني وبعرفه. شيء مثل شو أمي؟ لا تخوفيني عليك. لك شو بيعرفني لك أمي؟ الله يسوقك يا هارون، الله يسوقك يا أمي. ليش هارون مقصوف الرقبة؟ شو جابوا لعنا؟
ليش عم تبكي؟ مدام لوسي نازله عنا. مين لوسي؟ الممثل لوسي، ما عرفتيها؟ بلا شو صار لها؟ لاول مشروحه باب المستشفى. مدام لوسي لك 3 ايام بالمستشفى ولحد هاللحظه ما عرفنا كيف وصلتي لهون. فيكي تقولي لنا وتشرحي لنا كيف وصلتي لهون؟ يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، بس كل شيء متذكرته انه كنت نازله على الدرج لجيب موبايلي متوقعت. هذا كل شيء متذكرتيه؟ ايه. تذكرت. اول ما فتحت عيوني شفت وش شاب ملزق بوشي ووزتني بسياره. ومين صاحب هالوش؟ شو بيعرفني؟ شاب بحياتي ما شفته. مدام لوسي كيف فينا نحكي مع جوزك؟ جوزي مسافر، بس ليش شو بدك منه؟ الجيران خبرونا انه في وضع مو طبيعي عندكم بالبيت. رحنا لعندكم على البيت لقينا باب البيت مفتوح. طب مين جابني لهون؟ مدام لوسي في وحده شافت شاب حاملك وراكت فيكي بالحاره. ما بستبعد يكون الحرامي هو نفسه. ليش في شيء مسروق عندك؟ ايه في شيء مسروق. وشو هو المسروق؟ مصاري. فيني اعرف قديش المبلغ؟ قبل ما تعرف قديش المبلغ حتقدر تعرف مين هو الحرامي؟ اكيد مدام لوسي، بس انت اللي حتعرفيني عليه. مرحبا اخي. اهلا وسهلا. مو هون بيت ام هارون الاشقر؟ اي نعم هون، وانا زوجة خير. هارون هون؟ ما فشر يجي لهون الحرامي. انا مرضان، كنت ناوي بس اتحسن اجي لعندكم على المخفر واشتكي عليه، اخذ مصاري من بناتي وعم يهددني بالقتل. اذا بدي اجرك الاوضه اللي على الاسطوح بدك تلتزم بكل شروطي. امرك. بدك تدفع لي كل اول اسبوع 1500 ليره. منين؟ مو شغلتي، روح دبر حالك، روح اشتغل. هيك بدك تضلك صايع؟ صايع؟ لا بدي اشتغل. وبعدين سهر ما عندي، الساعه 9 بدك تكون بالبيت، 9 ونص بدك تنام، واكلك على حسابك. والشراب كمان على حسابك، المي والكهرباء والتليفون نتقاسمهم انا وياك بالنص. ليش ركبت تليفون؟ لا عمي، تليفون بدك تنسالي اياه. أمرك. وبعدين الشغله اللي ما بسامح فيها ولا بتسامح فيها بنوب اني ادراك على الان بمشكله او الك دخل بمشكله. انا زلمه ما بحب وجع الراس. والله عمك عم يحكي مشانك ومشان مصلحتك تقبرني. مزبوط. قسما بالله اول مشكله بتعلق فيها بدي العك. مرحبا. اهلين. هارون الاشقر هون؟ خير، شو في؟ نادي لي يا زبريت. لحظة شوي إذا أمرت. هارون؟ شو؟ طلع جاهز الأسطوح؟ قولي على قامتي، لك روح الحق وشوف شو صاير معه. لك شو دخلنا نحنا؟ يقلع شوكه بايده، فوتي قدامي ما دخلنا. شو قلنا بالعالم نحنا؟ روح يا ابني معي دخاني ما بغيره، شكرا. ولا يهمك مدام. هلا نحن رح نفوت لك كم واحد من اصحاب السوابق، اذا اشتبهتي بشي واحد منه يا ريت تعملي اللي اتفقنا عليه. اوكي ما في مشكله. ياسر. احترامي سيدي. فوت لي المشبوهين. حاضر سيدي. Thank you.
شو صار معك مدام؟ مدام؟ مدام لوسي سمعتيني؟ سمعانتك؟ شو صار معي؟ ولا واحد من هدول. يا عيني صورتي، هي لوسي يا الله. الو وفاء وينك؟ صار يومين عم بتصل فيكي وموبايلك مطفي. ايه والله انا كنت مريضه ونقلوني على المستشفى. عن جد عم تحكي؟ ليكي شو، انا كمان بالمخفر، صايره معي قصه، بطلع من هون وبحكي معك. ماشي؟ طيب اوكي اوكي ماشي. شو وينها؟ بالمخفر. شو؟ بالمخفر؟ مدام لوسي، انا مقدر تعاطفك مع الحرامي لانه نجاكي من الموت، بس في شغله اساسيه لازم تعرفيها، انه الحرامي اللي ساعدك ممكن يضر غيرك بكره. يعني انا ما بعرف ليش ما بدك تصدق انه الشاب اللي كنت عم بتطلع فيه ما له علاقه بشي. انا مصدق بس خايف تكون ذاكرتك عم تخونك من جراء الضربه اللي صارت معك، مشان هيك الشباب عم يعملوا له فلقه صغيره تحت، بركي بيوفر علينا شويه حكي. ولا تنسي مدام لوسي طبعا في شيء اسمه الحق العام. اذا سمحت بترجاك لا تاذي. عفوا مدام لوسي، الشرطه ما بتاذي، الشرطه بتساعد. طيب هذا الشاب لو ما كان عنده بذرة خير ما كان ساعدني. بعدين انا اسفه، انا كذبت، هذا الشاب ما سرق لي شيء، بس انا كنت حابه اتعرف عليه حتى اشوف من اللي انقذ لي حياتي واسعفني على المستشفى. على فكره انا من الاول بعرف هذا الشيء، انت على الشاشه ما شاء الله ممثله بارعه كثير كثير، بس بالحياه العاديه مالك هيك. انا بهنيكي على قلبك الكبير. يا حمادة، وقفوا التحية مع هارون وخلوه يرتاح بعدين اصرفوه. بتشكرك كثير على اخلاقك. أجيب. الله يسلمك يا عمري، يا الله شفقت لك. عفاف تركينا شوي لحالنا اذا بتريدي. حاضر مدام، بتحبي احضر لك الغداء مشان تاخذي الدواء؟ لا صدت نفسي. لو سمحتي اعملي لي فنجان ابو ساده. ايه على عيني. شو حبيبتي؟ منو هاي؟ حبيبي قبل ما تسالني مين هاي قلي ليش هيك عملت؟ شو عملت؟ بدون مقدمات اخذت لي الموبايل؟ ايه انا اخذته. ايه وليش هيك عملت؟ ابدا ما في شيء، بس يعني ما حبيت هيك تبكي وتتبكبكي وتزعجيني وانا سايق على طريق سفر. يعني بدك تقلي انك كنت على المغرب عم تسوق بالسياره؟ لك لا، بطريق المطار. طيب حبيبي وليش قطعت لي الارضي؟ بتعرفي حبيبتي قسما بالله انك استاذي بالنكد، والحق علي اللي جيت على هذا البيت. ما بدك تعرف شو صار معي؟ مدام طولوا بالكم. شو حبيبي؟ مبسوطة انك معي؟ حبيبي اكيد مبسوطة. دخيل عيونك انا. حطيلي هذا برقبتك شرفي. اسمه هذا لمرتك؟ بس ما بيغلى عليك، انا جايبه وبعطيه لمين ما بدي. حبيب دبل اب سلوت بدلو. خلص حش تشرب، كيف خلص خلينا. طيب شو
أنا كثير مشتاق لك وحاب نقعد أنا وأنت. مالك مشتاقة لي؟ بلا حبيبي، بس خلص ما بدي العالم يروح يقولوا يا مرتك. يقولوا لها شو يعني؟ أنا كلها على بعضها ماشي شايفها. بس أنا شايفتها. بعدين خلص ما بدي زيد إشاعات، بكفي عم الحكي علي. مدام القمر حاببنا وحياتك حيبقى نصيبنا. يحكوا إذا بتضلك تحلبي معي صافي لخليكي أهم نجمة بهالبلد، وخلي نجمة الدراما هاي اللي اسمها لوسي تحلم توقف جنبك. بونسوار. كيفك؟ بس كنت حابة أقولك إنه دورك اللي عملتيه ببنات الذات كتير كان حلو. ميرسي لك، كلهم ذوقك. عن جد أنت ولوسي أديتوا دوركم بطريقة كتير بتجنن. ميرسي كتير. إن شاء الله حيشوف لك أعمال هاي السنة. ايه اكيد رح ندخل مع الاستاذ نزار بجزء الثاني من المسلسل. ان شاء الله بالتوفيق. ممكن تتصور معي؟ ايه اكيد. تفضل. تمام. الو، بدي اسالك، انت اخذ لي شيء من ذهباتي؟ هلا انا ماني فاضي، بس ارجع على البيت نحكي. لا هلا بدك تقلي. ايه انا اخذته، في عندي دفع للموظفين. وصلت معك انك تسرق لي من ذهباتي يا حرامي؟ عليك ولا مجنونه؟ العمى بقلبك، هدول الذهبات انا جبتهم وباخذهم ايمتى ما بدي، عم تفهمي؟ نزار بتجي هلا وبتجيب لي اياهم معك. حياه ابوكي. ليكي ولي، في عندك اربع حيطان وفي السقف والارضيه، دقي راسك لتشبعي. طيب اعمل حسابك، فوتي على البيت ما عاد لك. خلصونا، شو عم تصور مسلسل انتو؟ مدام ان شاء الله حاجه تقريب حالك. تصوري يا عفاف، تصوري انه جوزي عم بيخونني، ومو بس هيك عم بيسرق لي من ذهباتي وانا واقفه عم بتفرج عليه، مو طالع بايدي شيء. لك بس ايدي اللي قبلت فيه كان لاحقني مثل خيالي، انا اللي ساويته مخرج، اسالي كل العالم. طيب طيب اسمعيني، ان شاء الله انا مثل اختك، لا تضوجي، وعدي وتفهمي انت وياه ولا شماتت العالم، ومثل ما بيقول المثل، جوز من خيطان ولا شماتت الجيران. لك يا حبيبتي شو بدي بالجيران؟ انا هلا عم تفهمي علي، صار صاحب مني مليونين ليره من وقت الحادث، وهلا سارق لي من ذهباتي، واخر شيء بيكون عم بيصرفهم على وحده ما بتسوى فرنجين. انا ما راح اسكت له، ما حدا مني قاعده عم بتفرج عليه هيك. طيب انت بتعرفي هالبنت اللي عم بيحكي معها؟ انا بروح لعندها وبقول لها هذا زلمه متجوز، لا تخربي له بيته. انت برايك اذا بعرفك انت شفتيني قاعده هيك؟ عفاف. ايه. بدي اطلب منك شغله. شوفي شو هذا عنوانه للشاب اللي كان بده يسرقني. ايه شو بدي اعمل فيها؟ رفرا. اخ يا واط، اخ يا واط، بتغضب فيني من حبس مش على خلت سنين. هارون انا فايت مع 6 سنين ما بطلع، دير بالك على الوالده، باخر حواكير الصبار. هارون ولا يهمك، معناتها شفرة أمك بعيوني، بعتبرها مثل أمي، روان لا يفك أسرك. لاي 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 لا لا لاي لا لا لاي 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 لا لا لاي 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 لا لاي 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 لاي. لك نزار هدي شوي، شو صار لك؟ نزار حبيبي أنا ما بحب شوفك هيك، وأنت تقلت كتير بشرب. خلص أنا رح وصلك على بيتك، روح بسيارتك على بيتي، بكره برجع لك اياها. من قال لك انا بروح لعندها؟ لك انا ملي قادر اشوفها. انا اذا رحت لعندها بدي اهدم البيت فوق راسها. اخ يا وفاء، لك انا ملي قادر اشوفها، عم بحس الشيطان، وحياة اللي خلقك عم بحس الشيطان. حبيبي لازم تخلص من هالقصه بقى. اصلا اذا ما كبرت ما بتصغر. بعدين شو نسيت؟ لك انت سويتها، انت عملتها اسم كبير ومشهوره. شو فيها شو عملت لك؟ لك سوت لك حياتك جحيم. لك ما بيكفي انه نسيت بنتها وشو عملت ببنتها. لك والله انا مالي عرفانه كيف قدران تتحملها. لك مين قال لك انه انا قدران اتحملها؟ لك انا متمنى ارجع على البيت لاقيها ميته. يا ريت لاقي حدا هيك يدعسها، يقتلها، يحرقها، لك بس يخلصي من عيشتي معها.
طبيعية بخلوة، مو طبيعية. بدفع نص عمري بس شوف وشها مرة تانية، وش بمجد اللي خلقه. حبيتها حبيتها يا ناس. ما عرفت من مين هالبنت؟ ما عرفت من مين، كل اللي عرفته المخلوقة طاهرة وشريفة وعفيفة. آهرة ماهرة حرة مرة. طيب شو عرفك انه هاي هي؟ باين من وشها، عليه وش بمجد اللي خلقه مثل حبة سيتامون. بتطلع بوشها بترتاح. نحموت نحموت، بدي اشوفها، اشتقت لها. أنا تأخرت كثير، بدي روح على البيت، هلا أبي بهدلني. ما في روحة، بدك تروح معي عند أمه ولا جفرة. أعوذ بالله، بدي ودي الخضرة لأهلي. شو مفكر الشغلة على كيفك؟ مش الحال. الله يخليك يا هارون. أوو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 و
يا حصرتي علي، عندي ولدين مثل قلتهم. ابني مهدي اللي بتدور 6 أشهر محبوس، وكل ما بيطلع من الحبس بشكل فرار. وابني الثاني معذبني معه لحقلي الحرام. وانا يا حصرتي علي مرة كبيرة، ايه ما حدا بيفوت علي بشقفة خبزة. وين وين لتجيني شي مرة تطلع لها بهالفنجان تلحش لي 5 ليرات 10 ليرات نعمة. لا والمنظوب تارك لي الكلب تبعه، قال شو لطعميله ياه. وانا بزعل هلي بقول هذا حيوان، بشيل هاللقمة من تمي بلحش له ياها. ويمك خالتي مشفرة دولي مثل هيك يعني هدية جبنا لك يوم هيك دبري حالك فيه مبدئيا. يعني بإذن الله أنا مثل ابنك ما تهتمي شي. شبه عرفت شلون؟ بإذن الله الأمور بعد إذنك شوي. شبه لك هدول الأغراض الأهلي ونصين عليهم، أجيب غيرهم شو صار؟ كم معي مصاري؟ تعطي على الزلمة تستيل عافيتي مش عارف تعمل لي هذا. أجيب غيرهم مثل مغدا. وحدي الله ما في مشكلة. لك روح يا ابني الله يرضى عليك، ولا يكبرك كبر يهينك، ويخليك لأهلك ويطعمك مال ما تحمله جمال. أنا هو فنجانك لك ابني؟ هذا طاير ادنه. ولي على كسرتك يا خالتي، فنجانك أسود مثل قلب خالتك. سلامة قلبي يا خالتي، بس يعني شو يعني؟ هيئتك زعلان وقلبك ملان، بس عندك عصفور طالع من القفص. كنا؟ ايه بس مو مطول، لاني بعد خطوتين عندك قفص تاني عم بيستناه. وانت قلبك كبير وطيب بس واقع بضيقة. يا حصرتي عليك، شبابيك الفرج ايه كلها مسكرة بوشك. يا لطيف يا لطيف شو طالع لك؟ ايه عندك كوميات كوميات حيايا وعقارب، بس عندك سمكة كبيرة. ايه منيح السمكة رزقة بالفنجان، بس هالسمكة بفنجانك ميتة. عندك بنت حلوة كثير كثير ومانك شايف غيرها. ايوه انا هذا اللي بدي اعرفه. هي البنت تمشيك بطريق اخرته مصيبة وما رح تقدر تنفد منها، وفوق كل هذا جايتك مرضى. يعني ما في غيوم ما غيوم؟ ايه في، بس كلهم سود بصومهم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شوفي بدك تضرب ميت. الله يسلم تمي خالتي، ما بيأثر. بالله وين بيت عمو لهارون؟ عمو لهارون 50 متر على ايدك اليمين. كتر خيرك اخي. اهلا وسهلا شرفتي عمي. اماني الله يرضى عليك، دائما اسالوا عني. ان شاء الله باذن الله ما نقطعك. اي امانه انت، هي معك رقم اخي عبود؟ معك رقم اخي عبود، شو ما اعتزتي منه امانه. تليفون واحد مثل التيس الطاير بيجيب لك اللي بدك اياه. وصينا بشي؟ لك روحوا الله يجبر بخاطركم. يا ابني الله يرضى عليك، ما بدك تاخذ هالكلب تخلصني منه؟ لك والله انا باخذه يعني، بس وين بدي احطه؟ بخاف بخاف ابي ابوك. يلا مو مشكله،
نعتبره ذكرى عزيزة من ابنك شفرة. شو ما بدك اعمل فيه اعمل. رح بيعه. التوسة التوسة دقيقة شوي لك ابني لفوت جيب لكم اياه. التوسة شو مربي فارة؟ هات 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 الكيس هات. مربي فارة وقعد. فهد لك هذا إلي ضمنا. أبي بدك تلاقي لي حل هالقصة. شوفي مرفت سرقت لي طقم كاسات، أنا ضابطه لجهازي. كذابة براسة، أنا اشتريته من سوق الحمدية وبالعلامة اشتريت معه طقم زبادي محجر. تفضل نقتل بطل تطلعك الستين كذابة. عم تكذب أبي؟ هيك عم تحكي؟ إن شاء الله بحياتك ما بشوف الجواز. عم تدي علي يا مرفات؟ لك إن شاء الله أنت يا حق. عادي أنا بفتح. مرحبا. أهلين عيني، أمر. هون بيت عمو لهارون الأشقر؟ لا والله عيني، هون مو بيت عمو لهارون، هون بيت أمه. طيب ممكن تعطيني عنوان بيت عمه؟ ايه عنوان بيت عمه باخر الحارة. ايه من سألتي بيدلك، بس هلأ ما حتلاقيه ببيت عمه عيني. وين ممكن لاقيه؟ ببيت خالته. وين بيت خالته؟ بيت خالته بعدرا. طيب كتر خيرك. شبك مبوزمه؟ يلا عملي لي الموشح نفسه عيني. الله يسامحك يا رجال، الله يسامحك. ابني بيطلع من السجن بعد كل هالغيبه وما بتخليني اشوفه، حرام عليك. هذا ابني بده يقضي عمره بالحبوس، ما اكون محلك بنساه، انسخيه من ذاكرتك وافلامك. تقبري قلبي، تقبري قلبي يا رب، احنا كمان مثل ولادك. ان شاء الله بكرة بتصيروا امهات وبتعرفوا شو يعني ام. هذا ابني ابني. والله حاسة حالي بعمري ما رح صير ام. والله انا هيك كمان حاسة يا عمي. Sit down. Sit. Sit. Slobbing. Slobbing. Don't move. أهلين هارون، إمتى طلعت؟ ما فتت لحتى أطلع. سألوني سؤالين وقالوا لي الله معك، هي القصة كلها. لا تواخذني يا هارون، ما بقدر إلك تفضل. لأنه عمك نايم ونبه علي ما فوتك على البيت، خصوصي بعد ما اجت الشرطة واخذتك، فكرك عامل لك شي عملة. بقى تقبرني اليوم دبر حالك ولبكره بيفرجها الله. طب ما خرج تهربين أنا وقتوسي على البايك ينام شي ساعتين؟ مين هي قتوسة؟ قتوسة زلمة. هاد. لك هاد حصان مين؟ استعمل تهربك ما تعمي، هاد مو حصان، هاد كلب. وليا على قامتي على الشوفة. لك يا هارون انت بحالك مو قدران لحتى تشكل لي كلب على خاصرتك. بعدين والله بخاف اذا شافوا عمك يصير معه شيء من غير شيء مرتفع معه السكر. استنى، اجت وحدة اللي عندي وعطتني رقم هذا التليفون، قال اتصل فيهم مشان الشغل. مين هاي؟ الو مين عم يحكي؟ يعني شلون مين عم بيحكي؟ كأنك انت المتصل. يا عيني انتو تاركين هذا الرقم، قال بدكم ناني بشغل. انت هارون الأشقر؟ انا هارون الأشقر. انت مين؟ انا لوسي. مين لوسي تبع افلام الكرتون؟ لا، انا لوسي اللي اخذتها على المستشفى. اهلين انسي لوسي،
احلى حلقه شلونك؟ طيب انت فين؟ انا بالفتاله. يعني قديش بدك لتصير عندي؟ 5 دقائق عايز اكون عندك. طيب عم بستناك، ما تتاخر. تخير ربك وجهك شو خير علي. مدام تقبريني لازمك شي؟ شو بده يكون لازمني يعني؟ يلا روحي الله معك. مدام كيف بدك تستقبلي زلمي لحالك؟ بركي اعمل لك شي؟ يعني بدك تخافي علي اكثر ما خاف على حالي، يلا روحي. طيب وكيف بدك تفتحي له الباب؟ تركي الباب مفتوح. طيب مدام مثل ما بدك، انا رح شق على الاولاد وبرجع. ايه؟ خلصيني يلا عفاف. ما بدي بفوت ووصخ لك، معي قدوسة. يا اهلا وسهلا فيك بقدوسة، تفضل. يعني والله ما بدنا نوصخ لك بس تفضل قدوسة تفضل. قولي هذا قدوسة ولا جحوشة؟